التشكيك، هو اللي يقدر يقيم نفسه ويقيم مجهوده. بس هو اعطى الكثير لمصر، هو اعطى كثير لمصر واعطى كثير للنادي الاهلي واعطى كثير لاي فرقه بيلعبها، لكن هو برضو اللي يبقى قادر. بس هو انا تهيأ لي انه ابو وائل جمعه بيفكر بعد بطوله العالم للانديه ان هو يبطل. طب انا مش هتقول لي هتحبز، هقول لك ان انا ممكن احبز عشان يفضل دايما وائل جمعه في الصوره الحلوه الجميله. خد بالك انا كنت ممكن اكون موجود معاهم في كاس العالم للانديه، النادي الرجاء مع الرجاء البيضاوي. طب انا بقول لك انا مش عارف اللي بيحصل معايا ده على فكرة في مصر وبره مصر. باراكوتا، باراكوتا لعب في العربي القطري مع كبرال اعتقد. مين ده؟ محمد بركات. بركات لعب مع ورجع ما كملش. ايه رايك في قرار اعتزاله يا كابتن؟ غلطان بركات فعلا. بركات يقدر يدي، يقدر يدي رغم كتير. ان انت كنت زعلان منه فتره وهو زعل منه. لا انا ما زعل، هو زعل سوء فهم وانا زعلت سوء فهم. احنا كنا مسافرين، كنا فين؟ في اسبانيا ولا كنا فين؟ في اسبانيا تقريبا مش كده؟ وبعدين هو جه طلب ان هو كذا يرتاح وبتاع وكذا وكذا. فهو لما طلب يرتاح وبتاع انا ما لعبتوش تهيألي. هو بقى خدها ان انا ما صدقت ومرخلها لزعل، لكن بعد كده لما عرفنا اللي حاصل ايه هو يعني خلاص، ولا هو مش عاوز اقول لك فيك لعبة. لا لا حاجه تانية بركات، حاجه تانية. لعب معاك 2006 بكرايت. بركات ده مش، ما شوف انا بقول لك انا يعني انا ممكن احطه في مكان هيأدي فيه. بركات يقدر يفتح لك اي حاجه مقفوله. مفتاح لعب يعني. مفتاح لعب في اي مكان. مفتاح لعب في اي مكان. فانا هو برضو هو القادر على نفسه، بالرغم ان هو بركات بعد ما رجعنا من انجولا ورحنا التكريم بتاع الاوسمه قال لي كابتن بقى خلاص انا مش هكمل مع المنتخب. قلت له لا انت غلطان، ده احنا يا ابني لسه متكرمين وبتاع وكذا وكذا. خلينا لما نتقابل ونتكلم في الموضوع ده.